اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي، غادي نبدا الفيديو ديالي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اش اخباركم؟ صحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير. سمحوا لي الفيديو حتى كنسجل لقيت فيه الصوت ما كاينش، وصراحه كان مشوق. وهذه لحدا جايا لاله اختكم فاطمه غادي تطيب في اسبوع، ولي اول مره غادي طيباتي انا بقناتي تكون متنوعه، وكل نهار تشوفوني في حله جديده يا خوتي. داكشي علاش جميله اختي دارت اسبوع لاختها وقالت لي والو طيبي لي، قلت لها ودي راه ما عمرني طيبت في شي اسبوع ولا شي حاجه، كنطيب غير دارنا، ولكن انني نزعم نطيب لشي واحد ولا هادي لا. داكشي علاش طيبت اليوم، انتم غادي تشوفوا. انتم كما كتشوفوا اخوتي هنا دار ديال جميله. المهم شوف اختي الطباخه ديال اخر الزمان. المهم غادي تكتبوا لي في الكومونتير واش انا عارفه شي حاجه ولا ما عارفه شي حاجه. المهم انا كيف ما قلت في هذا الفيديو قلنا الهلي حاشمنا حطيتيني في واحد الموقف اللي هو صعيب، ولكن ما غاديش نرضى في وجهك لحقاش عزيزه عليا وبزاف، وكانت وقفات معايا في الوقيته اللي كنت انا محتاجه توقف معايا، وقفات معايا. واخا نرد لها شي شويه ما يمكنش نرد لها الجميل ديالها كامل. داكشي علاش اختي طيبت ليها وحمرت ليها الوجه كيف ما كنقولوا. المهم غادي تتابعوا الفيديو حتى الاخر. والمهم اللي طباخات هذا راه غادي ينصحوني الا كنت درت شي اغلاط. وهذه داكشي علاش كنقول لكم لاول مره غادي نطيبوا هذه. المهم راني جبت القزبور كما كتشوفوا لهنا، جبت هنا كنور، قالت لي ماما والو خصك ديريه في الكاس. المهم تبعت المعلومات ديال ماما، قالت لي كنور ضروري انك تفز زيت في المطايب وتخليها اختي حتى تتلخر عاد تخوي على الدجاج والمسائل. قالت لك باش كيدخلهم واحد البنه اللي هي زويونه. المهم هادشي على حسب ماما لحقت لانها طباخه. وهادي المهم غادي تشوفوا معايا كاع المراحل طريقه بطريقه والعطريه. وهادي المهم تتقولوا لي شنو الراي ديالكم باش بلا ما نكثر عليكم في الهضره، بقاو معايا باش تشوفوا الحدا جايه اختي ديال فاطمه الططاويه. ودائما الجديد مع فاطمه الططاويه. ونتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك ومن بارطاجي، وان شاء الله هذا رمضان كامل غادي تعيشوا معايا اجواء زوينه وكيفاش كنطيب وشنو كنوجد الوالديه. وهذه يلا بقاو معايا. المهم اخوتي انتما كما كتشوفوا هذه هي الشرموله ديالتي، ها انتما كما كتبان لكم خلطت فيها راديك توماس درتها هي والحامض المصير طحنتها. ها انتما كما كتشوفوا راني طحنتها مزيان. وهذه صافي راه غادي دابا نشرمل الدجاجات ديالي، هما راه منقيين وكلشي بما نشرملهم مزيان وندخل فيهم سميتو باش يدخلهم الشرموله. عاد غادي ندير ليهم اخوتي نشد لهم رجيلاتهم هما والكبده. المهم بقاو معايا حتى الاخر وغادي تشوفوا كلشي. وانتم كما شفتوا راني شرملت الدجاج ديالي. المهم غادي تشوفوا كيفاش. المهم غادي نزير ليه رجيلات بما نقطع الكبده الكبده والعناق نقطعهم بشويه بشويه، وعاد نرجع لكم اخوتي. المهم تسالي كلشي. المهم راه غدا غادي تشوفوا فاش نطيب المرقه وداكشي يا اختي وداكشي. المهم يلا بقاو معايا. المهم نوري لكم الدجاج كيفاش شرملته، ونوري لكم ملي نقطع الكبده والعنق نحطو حتى هما يتشرملوا معاهم باش يشدوا داك المرقه. ومن بعد نرجع لكم اخوتي. انتما كما كتشوفوا راه المرقه دايخين. هاد الدجاج راني رقدتو اخوتي، هانتوما كيما شفتو ها هو باقي سميتو ديالو. صافي ها الكبده وها العنق غادي نقطعهم شويه بشويه. صافي غنحطهم هنا. والمهم غادي نزير رجيلات لهاد الدجيجات هادو. صافي من تما نخليهم يترقدو حتى الغدا ان شاء الله ملي غادي نطيبهم. ما كيما شفتو شفتو وجهي كدا مع البصله، وهادي بكاتني شي شويه. هانتوما كيما شفتو قطعت الكبده وقطعت العناق والمسائل كاملين. دابا غادي نخلطو مع ديك الشرموله اللي دايره دابا مع الدجاج. راكم شفتو هانتوما شوفوا راه الدجاج رقدتو مزيان ورقدت فيه كلشي تقريبا. غنخليه هكا حتى الغدا ان شاء الله بما نوض باش انني نطيبهم. ضروري انهم يشربوا. شوفوا الرجيلات كما انني راه درت ليهم اللعيبات شديتهم مزيان. وهادي وان شاء الله اخوتي هانتوما كما كتشوفوا راني صافي الدجاج ساليتو. غنجمع الروينه ديالتنا. البصله راها قطعات اختي جميله اللي غادي ندير في الصباح ان شاء الله. واش غنقول لكم شنو شنو كنتلف بعض لقطات في الهضره. المهم صافي راه نتوما شوفوا الحداقه يا اختي. المهم نتوما باش ما تقولوش ما حداقيتش اختي. الحداقه الحداقه عيني ضارينا اخوتي ما عتمناش. المهم صبحوا ضارين يا ويناتي، واقيلا من الصغير ولا ما نعرف
المهم انتما كيما كتشوفوا صافي ساليت كيما كتشوفوا. قولها فاطمه كتحيدي واحد الحاجه وكتجي بها ثاني حاجه اخرى جديده. ويلا حتى الغدا. هيا ظالم اللي راني ديمي كنت ظالم بواطي تسردي اوبا. المهم هاد الجي جات اختي صافي تعطروا داك التخربيق. كما كتشوفوا الاجواء ديال السوق كيفاش دايره، اجواء شعبيه والصراحه عجبني الحال. والتحيه للمراه المكافحه، المراه القرويه، المراه ككل صراحه اللي كتخدم في السوق، اللي كتخدم في الدجاج، اللي كتخدم بوليسيه، اللي مهم العائلات تبارك الله كاملين قدات وقدات تبارك الله. في اي حاجه كنحطوهم كنلقاوهم تبارك الله الحمد لله. حتى انا درت ديك التجربه باش انني نشوف بنادم فاش كيجي طرف الخبز. وحتى والدينا اللي حتى هما كيضلوا نهار كامل هما في السوق والشموشات باش انهم يجيبوا لنا طرفه الخبز. اخوتي صراحه راه ما سهلاش، كاين شي واحد اللي كيتسنى النهار كامل وما كيرد حتى درهم، كاين اللي كتدخل عليه 20 درهم وكيدخلها على وليداتو وخصو الضو وخصو الماء. ايوا الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، التجربه كانت زوينه وفي نفس الوقت حسيت وكانت واعره الصراحه. لحقاش الانسان كان لي غير كيشوفه كيتسنى غير كليان واحد انه يدوز عنده، راه ما سهلاش اخوتي. صراحه التجربه راه دوزت الصراحه. وكان حي كما قلت لكم كاع الاباء ديالي اللي كيضلوا في السوق النهار كامل مساكن، كاع العيالات تبارك الله اللي ولاو تما دايرين نهار الجمعه كيبيعوا في الخضره، كيبيعوا كاين اللي كتبيع النقره ديالتها، كاين الحمد لله باش انا غتعيش ولدها بطرفه الحلال. هذا اهم حاجه. والشكر في هذا الفيديو كنشكر كاع الناس ديال اقا من هذا الفيديو تبارك الله على العيالات المكافحات في تما دايرين سوق خاص للنساء باش انهم كيبيعوا في الحوايج ويبيعوا في كل شيء. ما شاء الله عليكم، تحياتي لكم من هذا الفيديو. ونتمنى من الفيديو ديالي يعجبكم وتبارك الله كاين باقي شي حاجه اللي زوينه مورا هذا الفيديو هاد. صباح الخير عليكم، هذا صباح ثاني. هانتوما كيما شفتوا الدجاج، ها شوفوا البرامل اختي. المهم هو التحدي ليا في الطبخ كما كتشوفوا هاد الدجاج ضروري كنخشي فيه الفرشيطه كما قالت لي ماما ولا شي حاجه، قالت لي كتقبي الدجاج واحد جوج تقبي ثلاثه هكا. ايوا هانتوما كيما كتشوفوا راه تخشوا في الثلاجه تلقوا ديك المرقه ديالتهم هذه. وتابعوا معايا حتى الاخر وتستمتعوا معايا بهذا الفيديو. شفتوا معايا الدجاج كاع تاع المريقه راه طاب، تحيت الدجاجات باش دخلهم اختي جميله انهم يتقلاو وهذه. المهم ها المرقه كيف جاتنا البنات، جاتني خاطره ومن داك الشيء. وها الصفه حتى هي كطيب. دابا نشارك معكم الطريقه من الاول حتى الاخر، يلا بقاو معايا. انتما كيف ما كتشوفوا راني درت البرمه ديالتي، درت فيها الماء باش انني ندير الصفه حتى هي. واش غنديروا اختي جميله؟ دباتنا هاد النهار كنعدا بها راحه. المهم غادي ندير الصفه وهذه راكم عارفين كاملكم الطريقه فاش كتحط في البانيو وديروا فيها الزيت وهذه وتحركوها. المهم انا غنوري لكم كل شيء.
صافي اختي راه سالينا كما كتشفتوا شفتوا كلشي المسائل اختي الطباخه لي اول مره. المهم راه الدجاج غادي يتحمر في الفران وراكم عارفين الزيت غالي غلات دما الاقتصاد اختي وصافي. المهم راه قدينا كلشي بقات لينا كاوكاو راه طحن حتى وحمرناه صافي. المهم سالينا كلشي تقريبا ساليت كلشي مع 12 تقريبا ساليت كلشي. المهم راه قديت والمهم فاش غادي نستفى اختي ونقاد الباصل وهذه راه غادي تتابعوا معايا كيفاش ولدت هذه الشهيوات كامل واحد بواحد. نتمنىهم يعجبكم وتقولوا لي لي لايك وتقولوا لي كي جاكم طيب دار فاطمه الطاطاويه. نخليكم على خير حتى نحطوا التقديم الاخير. يلا باي باي. ايوا نتوما كتشوفوا الصفه ديالتي هي تبارك الله راه وجدات وطابت من داكشي ما تشدات ما والو. درت ليها الزبيب حتى هو الدجاج كنا غادي نحمروه ولكن قلنا اللهم يتقلى حسن كيجي زويون. خليت اختي جميله هي كتحمرو ليا وقالت حداها. ايوا صافي سالينا امورنا كلشي تبارك الله. لقاتني 12 ساليت كلشي وجدت كلشي مع الناس غادي يدخلوا مع ديك الوحده. ايوا نتوما الحدا جايه اختي تكتبوا لها في الكومونتيرات ان شاء الله وشنو بان لكم واش بقى ندير الطبخ ولا شنو واش كاينه شي حداقه ولا لا. يلا خليكم ستتو معايا. ما خوتي سمحوا لي عاتي راه نسيت راسي انني ما نحط لكمش زعما الاطباق وكم قادين تصورتهم اختي جميله. المهم ها هو الدجاج كما شفتوه وغنوري لكم حتى الشكل الصفاد النهائي كي جاتني ونتمنى من الفيديو يعجبكم. أنا بدأت طلقتني.